في ظل الجدل الحاصل والتضارب في الآراء حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا وأي نوع ستقتنيه الجزائر، جاء رد الوزير الأول ليرفع اللبس ويجيب على الاستفهامات المعلقة. يجب أن نثق في الأطباء، يجب أن نثق في اللجنة العلمية، وبإذن الله سنأخذ القرار اللازم المناسب لاختيار اللقاح الذي يتماشى مع ضمانات كبيرة. يجب أن لا نتسرع أو نأخذ بطريقة عشوائية اختيار لقاح هذا أو ذاك، لكن عندما نأخذ القرار يجب أن تكون عندنا الضمانات 100% بأننا اخترنا اللقاح الصحيح. هذا شيء مهم جدا، احتراما لشعبنا، احتراما لمواطنينا، وانطلاقا من العمل العلمي والمقاربة العلمية اللي قمنا بها منذ بداية الوباء. يأتي هذا في وقت قال وزير الصحة أن نوع اللقاح الذي ستستورده الجزائر سيعلن عنه نهاية الأسبوع الجاري، وأهل الاختصاص يرون بأن التريث هو عين العقل، لكن إلى أي مدى يمكن التريث؟ لقاح ظاهر، وأظن أن هذه فكرة جيدة أن يكون فيه تريث، لأنه فيه بلبلة كبيرة على المستوى العالمي فيما يخص النشريات التي تقرأ مخابر، ولكن أظن أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم ربما اختيار لقاح. سنوها على يطول موا إنفوا اللقاح داروه في البلدان تاعهم وبدات الفايدة تاعو، بدات النتيجة تبان، شوف خلاص هما راهم اقتنعوا بلي هذاك اللقاح. احنا اون في با، احنا اللقاح الجزائريا من بكري هكذا ما يحبش يكون الشعب تاعنا حق التجارب. دوك ولا داروه هما وداروا في بلادهم وبدا اللقاح بداو يديروا بداو يلقحوا على مستوى كبير الشعب تاعهم البلدان تاعهم. هنا جو بونس كو حنا نقدروا نقتنيوا هذا اللقاح من بعد بكل راحه. تكاثف الجهود عن طريق وعي الشعب بمواصلة التزامه بالإجراءات الوقائية من جهة، واستراتيجية الحكومة بتوفيرها للضمانات الكافية لاقتناء اللقاح من جهة أخرى، هو الحل الأنسب لتجاوز هذه الأزمة الوبائية التي تعيشها البلاد.